بيان إلى الرأي العام. لقد تزامنت ليلة احتفالات عيد النوروز في هذا العام مع ارتكاب جريمة مروعة وشنيعة وبشعة بحق أهالينا الكرد في جندرز من قبل دولة الاحتلال التركي على أيادي أجندتها من قبل العصابات المرتزقة الإرهابية التركساوية الشرقية والعمشان، وبالسكوت والتواطؤ المستمر من قبل الأحزاب المنضوية تحت راية الحزب الأنكسي، والتي راحت ضحيتها 4 شهداء من عائلة بيشمان ما عدا الجرحى، ناهيك عن جرائمهم المتكررة والمستمرة من اليوم الأول من بدء عملية الغزو والاحتلال التركي، وعلى مرأى من العالم أجمع وصمتها المطبق، والتي تعتبر جريمة إرهاب دولة وجريمة حرب وجريمة إبادة جماعية ممنهجة وجريمة ضد الإنسانية والبشرية، وهي وصمة عار على جبين الأحزاب الكردية الأنكساوية التي تشرعن للاحتلال التركي ولعصاباتها ولمرتزقتها ولإرهابية. إن هذه الجريمة النكراء يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى دولة الاحتلال التركي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والمحاكم الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية من جراء اتباع سياسة ازدواجية المعايير لتحقيق المصالح الدولية المتبادلة على حساب دماء أبناء الشعوب المضطهدة. لقد أشعلت تلك الدماء الزكية الطاهرة التي أزهقت من عائلة بيشمرج الكردية السورية جزوة النوروز ومعانيه، وحلت كاللعنة على الاحتلال التركي وعصاباته ومرتزقته وإرهابيه. وإذا كانت بعض الشعوب تحيي النوروز بالنيران والأغاني، فإن أهلنا في جندرز يحيينه بنيران دمائهم وصرخات فاجعتهم بعدما أصابتهم نكبات الزلازل المدمرة ونكبات وجرائم الاحتلال التركي بكل فظاعاته وجرائمه. إن هؤلاء الشهداء الذين أزهقت أرواحهم كانت ضحية لإيقاد شعلة السلام والفرح والمحبة وتعزيز أخوة الشعوب من دون ذنب، فهو دليل على تكرار جرائم الاحتلال التركي بحق المدنيين الأبرياء في عفرين المحتل. ونناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تبتعد كل البعد عن اتباع سياسة ازدواجية المعايير، وأن تقوم بدورها وواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني تجاه ما يجري في عفرين، ومحاسبة المسؤولين عن كافة جرائم إرهاب دولة تركيا والتي هي بحق جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية، وترك جميع المخطوفين واعتبار منطقة عفرين منطقة منزوعة السلاح، وإخراج كافة العصابات العسكرية ومرتزقتها وإرهابيها، وضمان العودة الآمنة لسكانها الأصليين وبإشراف أممي. شهيد نمرن، شهيد نمرن، شهيد نمرن، شهيد نمرن، شهيد نمرن.